الأسبوع اللي فات في ألمانيا كنا بنتفق على نظام جودة مع أشهر دولة بتعمل في التعليم الفني أو في التعليم المزدوج، العمالة الألمانية أو الصناعة الألمانية طبعاً مبهرة. هما اللي يبقوا بيعتمدوا المدارس الفنية بتاعتنا في مصر، وده هنطبقه على 4 مراحل يغطي التعليم الفني المصري بالكامل. هقطع ثانية وهسيبك تكمل. اتفضل. بس عايز اقول لكم نظام الجودة اللي بيتكلم عليه الدكتور طارق، احنا اتفقنا معهم على ان احنا بنقول انت هتديني شهادة، هذه الشهادة معتمدة في مصر وفي بالظبط في ألمانيا. ألمانيا وفي ألمانيا، يعني اعمل هنا طالما انك انت وافقت على ان درجة الكفاءة ودرجة الجودة اللي هو خرج بيها تؤهله للعمل في سوق العمل. ما تتكلمش على سوق العمل المصري، اتكلم على سوق العمل على الاطلاق. انا بس بقول لكم عشان تبقوا، عشان انا عايز اجل كلامي للاخر الحقيقه، لكن عشان احنا محتاجين نبص على التحديات اللي بتقابل كل اللي انتم بتفكروا بيه ده، مش الايمان بس بالنظام وبالطرح الجديد اللي احنا عاملينه، لكن الايمان بان احنا نغير من ثقافتنا كمصريين، بان احنا لا ننظر فقط إلا إلى خريج الشهادة الجامعية. صحيح. والفني مهما كان كفاءته قدرته حتى على أنه يبقى يقدم عمل جيد ما يتبصلوش بالشكل المناسب يعني. بالضبط. وعشان كده احنا اتفقنا. دكتور خالد اشرح لنا بقى اللي طالعين من هنا هيروحوا عندك فين بقى. الحقيقة دكتور طارق بيقول أنه عنده 700,000 طالب إذا أنا مش غلطان. بالضبط كده. بيخرجوا من الدبلومات الفنية اللي هو نظام 3 سنوات أو نظام 5 سنوات. لما بنتابع الولاد دول على فكرة دول أيضا ثروة كبيرة جدا إحنا محتاجينها يمكن أكتر من خريج الجامعات التقليدية، لأن هم دول اللي بيشتغلوا في المصانع وفي الإنتاج وفي كل المجالات اللي محتاجها الدولة، ودول اللي ما عندهمش مشكلة في إيجاد فرص عمل سواء محليا أو عالميا. بس زي ما السيد الرئيس قال لابد أن يكون عندهم جدارات وجودة في اللي بيتعلموه وشهادات معترف بها على مستوى العالم علشان تقدر تأهلهم للمنافسة على حصول على وظيفة في أي حتة.